على بركة الله وتوفيقه مشاهدي الكرام، ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثامن عشر في مجموع هذه الأشواط وهو المخصص للقعدان. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نبحر ونبدأ مع القيادة، مع المركز الأول ومن يقود هذه الأسماء. الصيرمي لحم بن خلفان بخيت المزروعي يقدم لنا الصيرمي، بينما النقلة مع نايف لأحمد بن سالم بن ستيل بالشرقي قادم في ثاني الأسماء مع النايف، بينما ثالث الأسماء وثالث التحديات القدوم من شاهين لبدر بن سعيد المكتوم القنيبي، واصل في ثالث الأسماء ورابع الأسماء القدوم والحضور من الزاوية الثانية. تابع هذا التسلل والحضور من هذا الشعار الجميل ومن هذا الاسم الجميل، صيت لسعيد بن حمد بن سالم بن علي الزرعي، وصل في رابع الأسماء قادم مع صيت، بينما القدوم مع خامس التحديات وخامس الأسماء. تابع هذا التسلل وتابع البارق لأحمد بن محمد بالعوضي المنهالي، واصل في خامس التحديات وسادس الأسماء. وسادس التحديات قدلان لسيب بن مصبح المطر الخيلي، واصل وحاضر وقادم في سادس الأسماء. وسابع الأسماء وصلت الأسماء أشقر لسهيل بن سعيد بوحقب الشامسي، وثامن التحديات الفايز لسهيل لسعيد بن مبارك بن عيض العامري، واصل في ثامن التحديات. وتاسع الأسماء تاسع التحديات، تابع هذا الاسم الجميل شرط لسعيد بن سالم بن مبارك الخاطري. الله يا هذه الاسماء، ولكن العودة مع الصدارة، العودة مع صيت. روح يا ابو سعيد ركز، سعيد بن حمد بن سالم بن علي الزرعي يقدم لنا هذه النوعية الجميلة، يقدم لنا صيت، صيت بالأداء الجميل بالتحدي المثير. روح مع البداية، صيت على القيادة لسعيد بن حمد بن سالم بن علي الزرعي، يقدم لنا صيت من يتصدر هذه الأسماء وهذه الشعارات في القيادة في البداية. ودير بالك يا أبو سعيد، الأسماء قادمة. وصل أشقر سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي في ثاني الأسماء، وثالث الأسماء الفايز لسعيد بن مبارك بن عيض العامري. الله وشاهين بدر بن سعيد بن مكتوم القنيبي، وصل شرط سعيد بن سالم بن مبارك الخاطري. لكن شوف الاسماء، وصل مشاكل لسيف بن سيف بن خيره العفوري، ولكن عود مع الرقص، عود مع التحدي، مع صيت، مع سعيد بن حمد بن سالم بن علي الزرعي. الله يا صيت، الله يا صيت، صاحب الانجازات، صاحب العرض المثير، يقدم سعيد بن حمد بن سالم بن علي الزرعي. واشوف الفايز سعيد بن مبارك بن عيضه العامري. واش اشقر 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 سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي، يا هو اسماء، يا هو تحدي. الله يا اشقر، الله يا اشقر، بدأ يغير سهيل بن سعيد ابو حقب الشامسي، الشامسي، الشامسي. والفايز سعيد بن مبارك بن عيضه العامري وصيت. ولكن اشقر 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 سهيل بن سعيد ابو حقب الشامسي. سلام يا ابو حقب، سلام، سلام يا اشقر 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 اشقر. تهاني والناموس لسعيد لسهيل بن سعيد بو حقب الشمس. المركز الثاني الفوز السهيل سعيد بن مبارك بن عيضه العامري، وثالث الاسماء صيت لسعيد بن حمد بن سالم علي الزرعي، ورابع الاسماء رابع التحديات منبه لمحمد بن سعيد بن سالم الوهيبي، وخامس الاسماء قدلان للسعيد لسيب بن مصبح الخيل. هكذا هي النتيجه، هذه الاسماء والتوقيت 4:36. تهانينا والناموس لمالكي اشقر سهيل بن سعيد بحقب الشمسي.